احنا دي متاخر قوي يا ماما. يا بنتي اهدي شويه. بطلبه من الصبح موبايله مقفول، والشركه طلبته فيها بيقولوا لي انه مشي من بدري، يبقى راح فين؟ الغايب حجته معايا، يمكن اتاخر في شغل. كان يكلمني يطمني، وبعدين شغل ايه اللي هيقعد لوش الصبح؟ ما تخافيش يا نعمه، نديم مش عيل صغير، نديم راجل كبير. هو ده اللي مخوفني، انه مش صغير. يا نهار اسود، انا راحت عليا نومه ولا ايه؟ شكلك بيبي وانت نام يا روحي. بيبي ايه بس وزبت ايه؟ انا كنت ظابط الموبايل وما ضربش المنبه. لا ما ضربش وما سمعتوش. يا نهار اسود، موبايل مقفول. انا ما جيتش جنبه، انا حتى رحت في النوم معاك، يمكن البطاريه وقعت. بطاريه ايه اللي وقعت؟ هو مشحون على الاخر اهو. يا نهار ابيض، نعمه كلمتني اكتر من 20 مره. احسن خليها تكلمك وتقلق عليك، اشمعنى انا بقعد ادور عليك؟ منك لله، منك لله يا شيخ، منك لله. احسن، هو انتوا لسه شفت حاجه؟ ما كنت اطلقك منها يا نديم، ما بقاش انا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي. وحشتيني، وحشتيني قوي. لو كنت وحشتك كنت فكرت تكلمني بالتليفون تطمني عليك. معلش يا حبيبتي، حقك عليا، اصل انا كنت سهران مع مختار والموبايل شحنه وفضي، قفل مني. ومفيش كشك تكلمني تطمني عليك؟ كشك؟ عايزاني اكلمك من كشك وش الفجر. وانت بتعمل ايه مع مختار وش الفجر؟ شغل. انت بتشتغلني؟ شغل ايه للوش الصبح؟ يا حبيبتي لو مش مصدقاني كلميه. هكلمه، انت بتخوفني، هطلبه. الو، اهلا وسهلا يا استاذ مختار، ازاي حضرتك؟ كنت بتعمل ايه انت ونديم لوش الصبح؟ شغل؟ شغل ايه ده يا استاذ مختار؟ الصين جامده، الصين. ماشي يا مختار، سلام. شفتي بقى يا حبيبتي انك ظلمانه؟ مش عارفه ليه يا نديم كده حاسه انك بتكذب عليا. لانك ظنانه يا نعمه، ظنانه، بتشكي حتى في نفسك. يمكن، ما انا اصل اللي شفته من صنف الرجاله مش شويه، مصيبه تطلع زيهم. يا حبيبتي انا قلت لك قبل كده، صوابعك اللي عايزه تتاكل دي مش زي بعضها.